ارحبوا معنا بضيفنا المميز والرائع المخرج سيف الشيخ نجيب. جاب بكمن. شو هالسرعة وصلتوا قبلي؟ جينا عشان نشوفك. صح. سريعين جدا. سيف كيف حالك؟ الحمد لله، كيفك؟ نحن كثير سعيدين ومبسوطين انك انت معنا اليوم. والله وانا سعيد جدا اني موجود ضمن العائلة الظريفة. وانت هلا رح تصير صديقنا. طبعا. ان شاء الله. ان شاء الله اصدقاء. هادي انا بدي اسأله سؤال. وشوشني. سيف انت شو عندك هوايات؟ بحب باسكتبول، بحب كرة السلة. كرة السلة. بصراحة أنا كنت ألعب كرة سلة بصغري. جد؟ شاطر فيها كنت؟ وقت كنت صغير. سيف، إحنا اليوم حكينا عن شعور التصميم. تمام. أنا بدي أسألك، أنت بمجال عملك أو بحياتك عمره مر عليك مثلاً شغلة بدك تسويها وصممت إنك تتقن هاي المهارة لتسوي هالشغلة؟ نحن عم نشتغل مجال فني اللي هو بدون سقف، مفتوح الأفق. أيوة. ولا ينتهي الإبداع بالفن. هذا بيفرض عليك إصرار وتصميم دائم. يعني لا يكفي بالفن إنك تعمل مشروع وينجح، بدك تعمل اللي بعده أفضل. أيوة. اللي بعده أفضل. هذا هو صح. اللي بيخلينا كل الوقت عنا حالة من التصميم، إنه أنا بدي أتفوق على نفسي، أتحدى نفسي يعني. بالضبط. يكون عندي هذا التصميم إني أنا متأكد إني أنا فيني أعمل أفضل. وهون بقى بيجي لتعمل أفضل لازم أنت تقوي معلوماتك، تقوي ثقافتك، تروح تبحث، تروح تدور وتشتغل. حلو 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 كتير.